واو، من الذي ألقي في السجن؟ وولفو؟ الولد الوحيد في السجن. لقد حان الوقت لألعب كرة القدم. لكنك تلعب معنا. نعم. أوه، باندو وبيجي ينتظران وولفو. هل سيتم إجلاس وولفو في المنزل؟ دعيني أذهب. لا، الآن أنت سجين لدينا. حان وقت التغيير. يا إلهي، بيجي لم يكن صبور. ساعدوني. دعونا نرى، هل يستطيع وولف الهروب من السجن؟ حسناً، جاء بيجي ببعض الخطط. هاي أيها السجين، اطبخ لنا شيئاً. عظيم، مفتاح السجن في يد وولف وأصدقائه. لديه هوايات مختلفة، يجب عليك احترام اختيارات الآخرين. نحن آسفون. أنا آسف لإخافتك أيضاً. هل نحن متصالحون؟ معركة كبيرة. كانت غاضبة من أبي منذ الصباح. ماذا حدث في منزل وولفو؟ أوه لا. لقد دمرت مشروعي للمعرض. أنا آسف، سنعيد صنعه. لقد نفذت الأزهار. ما رأيك أن تنضمي إلينا أنت ولوسي في إنشاء قلعة الفارس؟ لا لا، أمي ستساعدني لفوز المسابقة. جميل جدا. دمر والد وولف مشروع لوسي مرة أخرى عن طريق الخطأ. أبي، لم أقصد. لنذهب للمعرض الآن. ها؟
أها، قرر الأب إعادة تصميم قلعة لوسي. لكن لا، فعلت ذلك عن قصد. لا أريد الفوز، أنا فقط أريد أمي وأبي أن يتصالحا. أمي، من فضلك لا تغضبي من أبي. لست غاضبة، حزينة فقط لأنني فشلت في وفاء بوعدي للوسي. رائع، لدى الأب فكرة أخرى، دعونا نرى ما هي. حفل زفاف على الشاطئ. اليوم حفل زفاف جدة وولفو. هل فكرت في إقامة هذا الحفل في مكان آخر؟ بالتأكيد، دعني أخبرك. حسناً، لنرى الجدين أين أقاما حفل زفافهما. أوه لا، ماذا لو احتفلنا على الشاطئ؟ مذهل، لنشتري بعض أزياء حريات البحر. حسناً، رائع، فكرة وولف مميزة حقاً. وبالطبع فكرة لوسي أيضاً. هذه لك. مدا يديكما. شكرا. سينما الأطفال. حسناً، هذا هو الوقت الذي كان فيه وولف وأصدقاؤه أطفالاً. أعتني بالأطفال من أجلي لفترة من الوقت. هل يمكنكم أن تعرفوا كيف سيتم والد وولف هذه المهمة؟ اهدأوا لكي نشاهد التلفاز. الأطفال نشطون للغاية. ما الذي يجب أن يفعله والد وولف لتهدئة الأطفال؟ أريد أن أصنع لهم سينما أيضاً. هل سيصنع وولف وباندو سينما للأطفال؟ هم
لكنهم لا يأكلون الفشار. يمكنكم الآن. رائع، يا لها من فكرة فريدة ومبتكرة. يختلف كل طفل عن الآخر، لا يجب على كل طفل مشاهدة التلفاز. أنا آسف. المعلمة المزيفة. قناع كات رائع جدا. حان وقت العطلة، اذهبوا للعب الآن. أوه، لقد رأى اللص وحيد القرن كل شيء. مرحبا. حسناً. يا إلهي، يحاول اللص وحيد القرن التظاهر بأنه المعلمة كات. أيمكنك أن تكوني الحكم؟ بيجي يغش. بأي حال من الأحوال، خدع لص وحيد القرن كات. حسناً. ها؟ يا أطفال. إذا كنت هنا، إذا من كان في الملعب؟ ماذا سيفعل وولف مع المعلمة كات؟ أنا أعرف كيف أوقفه. هيا نلعب كرة المراوغة. بفضل وولفو قبضنا على اللص. حورية بحر الجليد.
سأكون رابنزل. وأنا سأكون ياسمين. أي أميرة سوف تختار لوسي الآن؟ ما الذي أخرك؟ أنا لا أستطيع الاختيار. دعونا نرى ما هي الموهبة التي ستظهرها الأميرتان رابنزل وياسمين. هل أنزلت شعرك من أجلي؟ اتضح أن طريقة وولفو هي الجمع بين أميرتين لتشكيل حورية البحر الجليدية. النجدة! النجدة! ساعدوني! ساعدوني! نعم! هاي! هلا أخذتيني إلى الشاطئ؟ شكراً لك! أميرتك الأفضل. وولف مبدع صحيح؟ الأم المزيفة. ابقيا في المنزل حسناً، سأعود حالاً. ماذا جلب إيليان للعب مع وولفو؟ سوف تساعدنا على مسخ الأشخاص. لنلعب في الخارج. أوه، وولفو لا يستمع لوالدته. يا إلهي، لص وحيد القرن يتظاهر بأنه والدة وولفو. هذا خطير. سيدة وولفو، هل يوجد أحد؟ أنا هنا. أمي، أنا جائعة. ها. لكنني أريد عشة. هل تعلمين؟ الشرطة
تبحث عن مجرم في منطقتنا. هل سيحدث شيء للوسي؟ أوه لا! ساعديني من فضلك. نحن آسفون لترك الباب مفتوح. في المرة القادمة تذكرا أن تغلقا الباب عندما يكون البالغون بعيدون. يا أطفال لا تنسوا هذا. محاصر في اللعبة. واو، ماكينة اللعب الفضائية هذه مدهشة. أيمكنني استعارتها من فضلك؟ وولفو! 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 هيا بنا! زي هذه اللعبة الرائعة! لقد وعدت بالذهاب إلى الملعب معنا! ربما في وقت آخر! لا! يجب أن نقرر هدية عيد ميلاد بيكي! لقد أسقطته. يا إلهي، كان باندو وكان هنا للتو. ربما كان هناك خلل بعد سقوطه. دعونا نخرج الآن. لا تقلقوا، أنا بحاجة لإنهاء هذا المستوى. فازت. دعونا نخرج. ماذا يجب أن يفعل وولفو الآن؟ سنبقى عالقين هنا إلى الأبد. تكاد تؤذيهم بمجرد لعب الألعاب. أنا آسف يا رفاق. لا مزيد من الألعاب الآن، دعونا نتوجه إلى الملعب. خطوة لوسي الأولى. لوسي، أعطيني قلم التلوين الأصفر من فضلك. هيا بنا. الطفلة لوسي مؤذية جدا. هل تريدي لعب الكرة؟ توقفي و
بطاقة الكرة. يا إلهي، الطفلة لوسي تستطيع لعب كرة القدم، أليس كذلك؟ كادت لوسي تتأذى. لا تستطيع أن تمشي، كيف يمكنها لعب الكرة وولفو؟ لو عرفت لوسي فقط كيف تمشي. رائع، لنرى ما هي الفكرة التي يمتلكها وولفو. وولفو يحاول جاهداً تعليم أخته، لكن لوسي ما زالت لا تستطيع المشي. لقد عدت. أخيراً حققت لوسي رغبة وولفو. عزيزتي، لوسي تمشي. ها. هذه هي خطوات لوسي الأولى يا أطفال. لوسي تستطيع المشي الآن، عليك أن تراقبها أكثر. نعم. أطفال، اهتموا بعادات الطعام. الواجب اليومي متعب للغاية، إذا كنا أبطالا خارقين فلن يكون الأمر كذلك. انظروا، لو كان لدينا قوة أبطال خارقين سنأكل الطعام الذي له لون. نعم. رائع، لذلك فإن جميع الأطفال الثلاثة مصممون على أن يصبحوا أصحاء مثل الأبطال الخارقين. لا لا لا. ساعدوني. نعم. هاي، أنا قادم. وسأكون هالك. نعم. أهلاً بكم، إذا أكلتم الخضار والفواكه فقط لن يكون لديكم طاقة. لا. أنت عديم الفائدة، دعني. يا إلهي، البطل الخارق هايك ليس الأفضل. إذا كنت تأكل الوجبات السريعة فقط ستصاب بالإمساك والدهون. لا. سوبرمان، هناك شخص مخاطر في مبنى محتلق.
لأنه سمين جدا، لا يستطيع سوبرمان أن يطير لمساعدة الآخرين كما اعتاد. لا. توفر الخضار الألياف وتوفر الفاكهة الفيتامينات، واللحوم توفر الطاقة. كلوا كل شيء لتكونوا بصحة جيدة. نعم.